احمد العزيزي صالح الماجي رئيس اتحاد الفرع المنطقة الجنوبية. طبعا البطولة المنطقة الجنوبية الأولى من نوعها في مدينة سبها. طبعا عدد الأندية 7 أندية و40 رياضي. بفضل الله وبفضل الرعاة الذين تمنوا البطولة، طبعا الراعي الذهبي قوات المسلحة العربية الليبية، حقيقة لهم شكر جزيل على تقديمهم الدعم لنا وعلى رعايتهم لبطولتنا، وهذا يعني ليس غريب عليهم، وبارك الله فيهم وإن شاء الله يقادم أفضل بإذن الله تعالى. طبعا البطولة استمرت لمدة 2 يومين، طبعا اليوم الأول يوم عادي واليوم الثاني يوم تتويج نهائي.